بعد ما كتبنا قانون التناقص الإشعاعي قلنا ان دي تي تساوي ان صفر اكسبونسيال ناقص لندا في تي، ان هو عدد الانوية المشعة، ان صفر عدد الانوية الابتدائية، لندا تاع التفكك، وتي الزمن. في التمارين واش صادفونا؟ صادفونا عدة علاقات، يعني في بعض الحالات ما يعطونيش قانون التناقص الإشعاعي، لا يطلب مني مثلا حساب أو يتعامل مع النشاط الإشعاعي اللي هو أنيتي يساوي كتبناها أ صفر كوسيت ناقص لندا في تي. كما يمكن أن يتعامل مع الكتلة اللي راح تحصل على قانون إن إي تي يساوي إن صفر كوسيت ناقص لندا تي. في بعض الحالات يقول لي إن إي تي يساوي إن صفر كوسيت ناقص لندا تي، وفي بعض الحالات يتعامل مع الأنوية المتفككة اللي هي إن فتحة وتساوي إن صفر ناقص إن إي تي. يعني نحاول نكون سريع فقط في الوصول الى هذه العلاقه. مثلا لما يكون تمرين يدرس الان كيفاش راح ننتقل من ان لت الى ان، على لانه القانون اللي نقدر نحطه مباشره هو هذا، يعني طول بلا يطلب لدينا قانون التناقص الاشعاعي نستخلص منه العلاقات السابقه. اذا باش ننتقل من هنا لهنا عندي بعض العلاقات اللي نحتاجها، اللي هي العلاقه التي تربط عدد الانويه بالكتله، اذا ولا بكمية المادة. سنبدأ بكمية المادة ان مش تساوي عدد أفوكادو، أحسن، ان كمية المادة في عدد أفوكادو، حيث أن كمية المادة هي ام على ام، يعني نقدر نكتب عدد الأنوية تساوي الكتلة على الكتلة المولية في عدد أفوكادو. إذا مش ننتقل من هنا لهنا، إذا راح نستعمل العلاقة هذه، إذا راح نهز ان لي تي نكتب ان لي تي تساوي ان صفر اكسبونسيال ناقص لندا في تي، ان لي تي نكتبها هي ان لي تي على ام في عدد افوكادرو تساوي في مكان الان صفر، نولي ندير ام صفر على عدد على ان في عدد افوكادرو اكسبونسيال ناقص لندا تي. اذا باش نوصل العلاقه هذه واش راح ندير؟ نختزل انا عندي ام مع ام، عندي عدد أفوكادرو مع عدد أفوكادرو، نتحصل على العلاقة ان دي تي تساوي ان صفر كوسيت ناقص لندا تي. سهلة، تسمى من هنا لهنا واش راح نستعمل العلاقة اللي هي ان تساوي ام على ان في ان من هنا لهنا استعملها. كي نحب نستعمل كمية المادة استعمل العلاقة هذه فقط، ان تساوي ان في ان ا، يعني هذا القانون ندير ان تساوي ان في ان ا تساوي ان صفر في ان ا اكسبونسيال ناقص لندا تي، تروح الان ا مع الان ا ونتحصل على ان دي تي تساوي ان صفر كوسيت ناقص لندا تي. تعالوا نكون سريع مرة أخرى فقط من هنا لهنا لهنا استحسان، لان اش راح ندير هنا؟ واضحه، عدد الانويه المتفككه يساوي عدد الانويه الابتدائيه ناقص عدد الانويه المشعه، وبالتالي نكتب ان فتحه تساوي ان صفر، ونكتب هذه نعوض القانون تاع التناقص الاشعاعي اللي هو ان صفر ناقص اكس عفوا ان صفر اكسبونسيال ناقص لندا تي، يخرج ان صفر عامل مشترك اكسبونسيال ناقص خرج لنا ان صفر عامل مشترك تبقى لي واحد ناقص كوسيت ناقص لندا تي، هذه هي عدد الانويه المتفككه. طبعا يمكن يقول لي اوجد قانون تنقص عفوا قانون تنقص النشاط الاشعاعي، قانون النشاط الاشعاعي الي تي، كيفاش راح ندير من هنا لهنا؟ واش العلاقه اللي تربط ا بان؟ مشتقة سرعة، إذا هنا لازم نتقل من هنا نقدر ندير مباشرة لندا في ان سنت كما نقدر ندير ناقص دي ان على دي تي. كي نقول ناقص دي ان على دي تي يعني ناقص دي على دي تي في ان هي ان صفر كوسيت ناقص لندا تي، إذا هذه ا، إذا ما بينهم ا دي تي تساوي الوصف قلنا فقط من الانطلاق من قانون التناقص الاشعاعي نحدو قانون تناقص النشاط الاشعاعي بالاشتقاق، اذا عندنا ا لي تي، اذا ا لي تي تساوي ناقص دي ان على دي تي،
إذا نعود هنا as n بيتين هي n صفر exponential ناقص لندا في t ونشتقو أعطيني n صفر ناقص لندا مع ناقص اللي زايد لندا exponential ناقص لندا في t وبالتالي نحصل على a لt تساوي a صفر exponential لندا في t. كل من هنا يتلقى كنا راح أجيب هذا الشكل. إذا راح تكون هنا لحظة t تساوي صفر a تساوي a صفر إذا هنا يا إما a صفر في حالة a صفر أو n صفر أو m صفر أو n صفر ويتناقصون هنا بهذا الشكل. أما بالنسبة لعدد الأنويار المتفككة قلنا هي دالة هي الحالة متزايدة عدد الأنوية n فتحة بدالة الزمن فلحظة t تساوي صفر راح تكون اكسبونسيال صفر واحد واحد ناقص واحد صفر تبدأ المنحنى من هذا الشكل إلى القيمة النهائية هي n صفر يعني كخط مقارب. انطلاقا من العلاقات السابقة وقانون تناقص النشاط الإشائي يمكن تحديد عمر عينة أو عمر أشياء قديمة مبتكرة وهذا ما نسميه بالتأريخ. بالتأريخ هو معرفة عمر الأشياء القديمة. كيف؟ يعني تحديد تي عمر العينة انطلاقا من النشاطية الإشائية لهذه العينة والنشاطية الابتدائية أو النشاطية اللي نعتبرها مرجعية. إذا باستعمال قانون التناقص الإشاعي هو A لT يساوي A صفر أسيد ناقص لندا T بالقسم على A صفر راح نتحصل على A لT على A صفر تساوي أسيد ناقص لندا في T طبعا T هذه هي اللي خمسة نحددها T إذا باش نربطها لازم ندخل دالة لوغاريتمية من طرفين المعادلة LN A لT على A صفر تساوي LN إكسبونسيال ناقص لندا T اللي هي ناقص لندا في T بالقسم على ناقص لندا نحصل على تي تساوي ناقص واحد على لندا لوغاريتم أ لتي على أ صفر. ناقص لما يدخل العدد اللوغاريتم واش يدير لنا؟ ما يكون كسر يولي تقريبا هنا تولي تي تساوي واحد على لندا لوغاريتم أ صفر على أ لتي. علما أن لندا تساوي لوغاريتم اثنين على تي أندرومي. نتحصل على العلاقة الثانية إذا تي تساوي تي ان دومي على لوغاريتم 2 لوغاريتم ا صفر على ا